يومكم سعيد. انا ساره حجازي. النهارده اليوم الرابع ليا للاضراب عن الطعام، وده بغرض دعم حمله امعاء خاويه، والغرض منها ايضا هو الضغط على المجتمع الدولي وبشكل عام والحكومه الكنديه بشكل خاص لوقف دعم النظام السوري، نظام بشار الأسد المجرم. أنا حقيقي ما أعرفش المفروض إيه اللي ممكن، الإجراء اللي ممكن ناخده بعد كده، يعني إيه أكبر من إن إحنا نضرب عن الطعام؟ أكتر من 100 رفيق حول العالم مضربين عن الطعام، في اللي حالتهم سيئة وفي اللي علق إضرابه.